كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، ونحمل السلاح رجالا ونساء، عسكريون ومدنيون، ونستعد بكل ما آتانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا. هذا فرض سنة، حد جهاد
ما هي تربعة وهن ما زالن هن هن شناني صبوة الاعدام الميداني جدي بولا تراك مقراها السواني من قبل الجزار مياني لي الحق نعيد الكرة انا واني هداي مكاني وزماني تياري جرابي هطماني بندق وضراب معاني هالي بيصافي ظهر وصر في ديواني نقرع للراجل بلساني حيا علي وحيا علي وحيا علي الجهاد الشرعي حيا نادت قاتل يوم نبي هرايا حمراء عثمانية غصبا عني فوق ترابي وفي الشط بوارج بحرية فوق خرابي زاد خرابي والطيارات الحربية ترمي في النار اللهلابي تشكيل العصابي وانظر ترهون العصية دمرها حزب الصلابي وانظر واسمع صوت وليا تشلى قالت يا غيابي قلنا جيش أصحاب قضية قالوا مشروع انقلابي شبشب صبع وفكر إرهابي أقول لهم الأرض اللي بيا هلها في الميدان مصابي قول لهم الرياح قوية لكن مكشوطات أطنابي هب الدم الغالي مروية يا ما عانت ما نغابي ما زالوا يهموا شيابي
Hey, yeah.